بكم أعزائي المشاهدين في يعني النهاردة إن شاء الله معكم الأستاذ محمد علاء في برنامج لقاء خاص النهاردة مع نيكول، وإن شاء الله يعني البرنامج يحوز إعجابكم. ومحمد صوت جميل، وأنا يسعدني ويشرفني إنك أنت تبقى معايا محمد. ربنا يخليك يا رب، ألف شكر. محمد، أول حاجة طبعا لازم الجمهور يعرف مين محمد، ممكن تعرفنا بنفسك بعد إذنك؟ والله أنا يعني أنا من اسكندرية طبعا، أهل الفن. ربنا يخليك يا منبع الفن بصراحة، ربنا يخليك. فبدأت مشواري طبعا، كنت يعني وأنا صغير كده الحمد لله يعني كنت بسمع الناس اللي تربينا على أصواتهم طبعا، وبعد كده يعني كبرت شوية ويعني أهو. اكتشفت ازاي موهبتك؟ عرفت ازاي انك انت بتغني او حب يعني مين اللي حد قال لك انت اللي مع نفسك؟ لا هو انا وانا يعني وانا يعني اصغر من كده طبعا كنت بغني طبعا عادي، ومره واحده بقى يعني بصراحه بعد ما مراتي بعد ما تزوجت وكده، فالحمد لله ان هي قدرت ان هي توصلني ان انا اكون موجود على الساحه، ان انا اكون بغني وان انا اكون موجود على الساحه، ساعدتني كتير بصراحه، ربنا يخليها لي طبعا. ربنا يخليها لك. فبس فبدات من هنا ان انا انتشر واكون متواجد في اسكندريه الحمد لله. طب انا عرفت حاجه لازم اقولها للجمهور طبعا. طبعا النهارده احنا التامر، طبعا التامر ده عايزه اقول لك على المستوى الشخصي انا اعرفه شخصيا، حد ما شاء الله عليه يعني حاجه كده جميله، مثال للفنان الجميل الشامل اللي هو يعني جوه وبره، بصراحه حاجه جميله جدا بالزبط. جدا جدا، وهو دلوقتي بيسمعنا على فكره، واحنا يعني عايزين نوصل له صوتك. شخصيه متواضعه جدا، انا على المستوى الشخصي قابلته حد بجد جميل، وقدر ان هو يعني يديني طاقه ايجابيه، يعني لما قابلته اعطاني فعلا طاقه ايجابيه ان انا اقدر اكمل. يعني انا جيت في وقت من الاوقات ان انا احبطت شويه، ولكن قدر ان هو يعني يديني طاقه ايجابيه الحمد لله. يعني بلس ان مراتي برضو ليها الفضل الكبير قوي ان انا اكون متواجد بجد، بشكرها من هنا بجد، بوصلها رسالتي، ربنا يخليك ليا يا رب، وبجد الف شكر ليكي وبس. طيب انت تحب تسمعنا ايه؟ نحب نسمع ايه اللي انت عايزاه. انت محضر لنا ايه النهارده؟ كذا حاجة يعني ممكن نغني كذا حاجة، ممكن ممكن نقول حاجة الفوقش كده، الفؤاد. بالمناسبة دي أنا بحب محمد فؤاد جدا، هو برضو من الشخصيات الظريفة طبعا، من الناس اللي أنا تربيت على صوتها، جميلة اللي احنا كلنا تربينا على صوته بالظبط، ومفتقدينه دلوقتي. يعني أنا يعني نفسي إن هو يبقى أكيد هيبقى عارف. هتغنيها لايف الأغنية؟ إن شاء الله. لا أوكي، معانا الأغنية اللي هي موجودة، فا اوكي هنقولها، ويا رب عايزين فؤادي يرجع لنا تاني عشان وحشنا جدا. يعني هو موجود وهيفضل موجود على فكره، طبعًا احنا كلنا بنحبه. طبعا متواجد، بس عايزين يرجع اقوى، يعني عايزين شغله بتاع زمان كده، وحشنا جدا يعني. اكيد واكيد ان شاء الله يكون سمعنا زي تامر اللي احنا بنحبه قوي، وبصراحه انا يعني عايزه اقول طول الحلقه اشوف تامر. اتفضل. اوكي ماشي. انا ما بقتش احل جرح، انا ما بقتش استنى فرح، انا ما بقتش يا حبيبي علالي قادر، انا ما بقتش اصعب عليك، انا ولا مره غلطت فيك، انا ولا مره يا حبيبي اتعمل لي خاطر.
الأسوأ فيه. إزاي قول لي يا حبيبي هيأمن لك تاني؟ سيبني في حال أنا والجراح هيعوض اللي راح. سيبني في حالي يا حبيبي، سيبني مرة عشاني. كان قلبي بريء معاك، شبهتك بالملاك. جميل، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا جدا ما شاء الله. يا رب يكون الجمهور مبسوط معانا كده فعلا. صوتك جميل، احنا بنشكر بقى المدام برضو. طبعا اكيد اكيد اكيد. طيب عايزين نقول لك، هو الطرب دلوقتي اختلف عن الطرب زمان؟ يعني اغاني دلوقتي اختلفت عن الاغاني بتاعت زمان، ام كلثوم وشاديه وهاني شاكر بقى هنخش برضو. الوضع عامه يعني موضوع ان الشريط الكاسيت زمان لما كان بينزل مثلا في السوق وكده، كان بتبقى فرحه بالنسبه لي، يعني كانت بتبقى فرحه كبيره قوي ان مطرب مفضل او حد نزل شريط كاسيت، فكنت بفرح جدا. دلوقتي طبعا السوشيال ميديا والحاجات دي قللت الكلام ده، ولكن بالنسبه للمطربين لا، في مطربين موجودين كويسين جدا على الساحه طبعا. اوكي، موضوع المهرجانات ده يعني بالنسبه لرايي، يعني انا شايف ان لو اتقال كلام مش كلام كويس، مفهوش حاجة، مفهوش أي كلام وحش، مفهوش يعني في كلام ما ينفعش الأسرة تسمعه بالزبط. أو الأب أو الأم أو حتى خالص الابن ما خالص يعني بالظبط. يعني ساعات بركب حاجات ولاقي مشغلين حاجات يعني أب نورمال خالص، حاجات مش طبيعية، حاجات مش أنا حلوة. بصراحة عن نفسي رافض موضوع اللغة دي، يعني متهيألي بيغطوا على يعني جزء منهم طبعا، مش كلهم، في ناس حلوة المفروض يعني يرقوا نفسهم أكتر، في أصوات جميلة جدا وأنا عارفهم على المستوى الشخصي برضو، وفي ناس بقى بيغطوا على صوتهم بالأسلوب ده بالظبط يعني كده. ففي ناس كتير يعني، في أنا معايا موزع برضو كويس جدا اسمه محمد مزيكا، ده بيعمل برضو شغل، كان عامل لي برضو أغنية حاولنا إن احنا نعملها بالمزيكا بس، ولكن كلام محترم يعني دي لا ان شاء الله هتسمعها لنا النهارده. دي موجوده يعني حصري كده. طب جميل، حصري هنا للبرنامج ان شاء الله. فبس دي برضو حاجه اتعملت، حاولنا ان احنا نوصلها بطريقه لذيذه، ما يكونش فيها كلام وحش، ما يكونش فيها حاجه اوفر. بالظبط بس. طب جميل، احنا عشان ما نتكلمش كتير وعشان احنا صوتك عجبنا ما شاء الله، وان احنا عايزين نسمع صوتك لكل الجمهور بتاعنا والتامر الجميل اللي مستنينا ان شاء الله يبقى يشرفنا في حلقه باذن الله، الاستاذ الجميل تامر. حضرتك اتفضل. اوكي ماشي، نقولها دلوقتي يعني؟ طيب هي بقى جت كده ماشي. اوكي، هي اسم الاغنيه ايه الاول؟ هي اسمها سنين الغربه. سنين الغربه، اللي هي زي مهرجان كده يعني. طيب اتفضل. الأغنية دي بالمناسبة يعني أنا مش مغنية لوحدي، يعني معايا حد مجموعة يعني؟ لا، معايا مطرب تاني اسمه إيهاب عماد. ده ابن عمي برضه. ابن عمي هو مغني معايا الأغنية. العيلة كلها اسكندرية كلها. ربنا بس يخليك. يعني هو طبعا في القاهرة وفي مصر كلها أكيد. أم الفن يعني، أكيد عشان بس الصوتين يبانوا مختلفين. بدأوا مع بعض. لا هم هي يعني. أوكي تمام. طب اتفضل. ماشي أوكي. أيوه. اوه حمو مزيكا، عمري ضاع ببلاش وياكي يا سنين الغربة، قلبي مات وانا كنت معاكي زي في التربة، قلت انا اتحمل قساكي طلعوا مية ضربة، حر مغلي اكني في غابة صعبة هتعيشي، رحت شغلي في غربة يابا عشان اكل عيشي، دمي يغلى اما اتفاجئت بوقت جه جيشي، لما خلصت وسألت امشي في اي اتجاه فجأة جه وقت اتقفلت من الصحاب ومن الحياة، خدت شنطة وجيت مسافر رحت حتة دوب مقامي
مفيش حاجة انا قدامي عشت عشان ما تقولش ازاي الدنيا تيجي تقفي كل مطلوب اشرب شاي كنت اعمله لنفسي لما قلت الفرحة وجاي جي كسر نفسي الدنيا دوبك وطين على عشر تنفار احنا بردك بناد مين يعني مش كفار رحت قاعد ست سنين عشتهم بالنار كل يوم يزيد والتعب عش جوا جسمي جوا كتير نار بتقيد بس برضو عملت اسمي كان فاضل لي اسبوعين وارجع تكون في مكاني عدوا كأنهم سنتين فعلا هي دي حاولنا ان احنا نخليها يعني بتتكلم عن الغربه اي شاب بيسافر وكده فحاولنا ان احنا نعمل حاجه بطريقه لذيذه على مزيكه المهرجانات يعني هي جميله يعني ليه يعني انا متهيألي لو كل حد عمل زيك كده هتبقى الاغاني كلها هتتسمع وهيبقى ما فيهاش اي حاجه مش حلوه الاغنيه دي كلمات طبعا محمد مزيكا وتوزيع محمد مزيكا برضو طبعا الالحان مسروقه يعني لا لا انت عامل بس كده تيست مش يعني انت مش واخدها يعني لا هي الموضوع ان هو يعني. يعني هي المهرجانات دلوقتي بتتعمل على ستايل معين يعني لا ستايل المهرجانات طب انا عايز اقول لك طبعا ان واحد كل واحد في طريق حياته بيبقى قابل صعوبات وخصوصا في المجالات دي بيبقى وانت بقى مجال بالنسبه لك ده اكيد قابلت فيه صعوبات كتير ايه اكتر صعوبات قابلتك في المجال ده والله في الطريق ده يعني الواحد يعني الواحد تعب شويه الواحد تعب كتير يعني ولكن الحمد لله يعني على كل شيء ارجع برضو اقول لك الصعوبات اللي قابلتني الفضل فيها زوجتي برضو ان هي طلعتني منها بجد انا كنت في صعوبات نفسيه وصعوبات كتير جدا قابلتني يعني. صراع كتير قابلني في حياتي لدرجه ان انا احبطت وحتى لما بدات ان انا اشتغل واغني واكون موجود في الساحه اتهاجمت في الاول وفي ناس ما حبتش ان انا اكون متواجد وكده فاحبطت فعلا قعدت في البيت قلت لا انا مش هشتغل الموضوع ده مراتي قالت لي لا لازم يكون عندك اراده لازم انت داخل لازم تكمل ما تسكتش وحاول وبتاع وساعدتني في حاجات كتير جدا مش الغنى بس اي حاجه لازم يكون عندك فيها اراده ما يعني أكيد. اي طريق لازم يكون فيه اراده ما هي الاراده ما هو ساعات الاراده برضو ايه يعني في حاجات بتكسرك لدرجه ما لازم تخليكي خلاص فشفت صعوبات كتير في حياتي يعني بلاش اقول عنها ولكن هي صعوبات كانت اوفر شويه الحمد لله عدت يعني الحمد لله على كل شيء الحمد لله الحمد لله فضل ربنا ومراتي بعد كده الحمد لله بس احنا هنعمل لها جايزه بعد البرنامج طبعا طبعا طب انا عايز اقول لك انت ان شاء الله انت في نيتك ايه او ايه اللي انت عايز تحققه يعني قريب او في دماغك انا والله يعني او اللي بتتمنيه يعني ان شاء الله انا طبعا انا بوصل رساله برضو لحبيب قلبي تامر حسني انا بحبه جدا 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 وان شاء الله بتمنى اطلع معاه في حفله زي ما اتفقنا يعني ان شاء الله محتاج دعم فبس وطبعا نفسي طبعا اعمل حاجات كتير يعني لسه عندي حاجات كتير قوي في باور كده في شويه حاجات كتير واغاني وشغل كتير رساله عايز اوصلها طب انت تحب تنصح الشباب اللي عنده موهبة تحب تقوله ايه؟ والله هو للأسف يعني ايه عندنا مواهب كتير جدا كويسة
انا على المستوى الشخصي اعرف ناس كتير مواهب بجد بحقه حقيقي، انصحهم ان هم ياخدوا بالهم من نفسهم ومن اختياراتهم لشغلهم وللاغاني، وما يتسرعوش ان هم يعملوا حاجه مش 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 كويسه لمجتمعنا، ولا رساله ولا فن هادف. محمد انت قبل ما سمعتيني اغنيه جميله قوي لهاني شاكر. طبعا ايه رايك بقى نسمعها بصوتك الجميل؟ عايزين نسمع قديم. ما دي بقى هي مش قديم طبعا، ده هاني شاكر ده حبيبنا طبعا في الاول وفي الاخر، بس اللي هو الصوت المتواجد اللي هيفضل متواجد معانا على طول. انا الاغنيه دي بحبها جدا طبعا، كلنا بنحبها. اتفضل. ماشي مع الاغنيه. اتفضل. اوكي. حمو مزيكا لسه واقفه. لا نسيانك صعب اكيد. نسيانك صعب اكيد. سوري. هي جت بس. وممكن بعد شويه نبقى برضو نقول حاجه لايف للناس الجميله متابعانا، او كرسوم او اي حاجه حلوه منك. أوكي. او اي حاجه من عندك. اوكي مفيش مشكله. نسيانك صعب اكيد. اتفضل. ماشي. اوكي. نسيانك صعب اكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب اكيد، ملوش غير حل وحيد. ابدا من تاني حياتي واصاف حب كتير. نسيانك صعب اعرف كلمة هويت واعرف كلمة يا ريت، وفي حبك قلتها لعنيك خلتني جيت، وبعمري معاك بقيت، وبقلب عليك ناديت اوهام صدقتها. ياللي معاك ابتديت اعرف كلمة هويت واعرف كلمة يا ريت، وفي حبك قلتها لعنيك خلتني جيت، وبعمري معاك بقيت، وبقلب عليك ناديت اوهام صدقتها. ياللي عشقتك وتاري حبك غدري وألم، قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم. ياللي عشقتك وتاري حبك غدري وألم، قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم. أول قلبك مخان كنت اللي ادك أمان، أول قلبك مخان كنت اللي ادك أمان. عشق غيرك عشان
تنسى الندم أول قلبك مخان كنت اللي ادك أمان أول قلبك مخان كنت اللي ادك أمان عشق غيرك عشان يمكن أنسى الندم ولو إن الحب التاني مش هيرجع لي زماني ولو إن الحب التاني مش هيرجع لي زماني ولا هيعوض حرماني اللي في حبك بيزيد لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي طيب انت بتحب ايه تاني؟ يعني اعمل ايه تاني او حابب تسمع الجمهور ايه تاني او هنغني على طول اوكي؟ لا لا مش هنغني على طول لسه بس يعني ايه هنتكلم على الاغنيه الاول يعني ايه ام كلثوم مثلا؟ انا بحب طبعا ام كلثوم ما فيش خلاف عليها يعني بس انا بحب عبد الحليم جدا بحب محمد فوزي عبد الحليم يعني محمد فوزي انا اي فيلم كده ليه اقعد قدامه ما اتحركش هو فعلا الطرب الاصيل انا عايزه اقول للجمهور احنا لو احنا سمعنا اغنيه للشعب المصري عمرنا ما هنفكر أكيد. يعني أكيد. احنا ام الدنيا طبعا والفنان اللي عايز يتشير بينزل مصر أكيد بس انا عايزه بجد احنا لو احنا قعدنا نسمع اغنيه لحد بيغني في مصر مش هنبطل طبعًا. مش هنسمع أكيد. اي حاجه غير المصريين طبعًا. لان فعلا الفن كله والغنى وكل حاجه بتطلع حقيقه مصر. الواحد والله بيتشرف ان هو يعني مصري بجد عشان الناس الحلوه دي مشهورين بس مش عارفينهم لكن يجوا هنا في القاهره او في مصر او في ام الدنيا اكيد طبعا بيتعرف كده يعني احنا المفروض بقى هنا ده الفن بتاعنا يعني احنا بقى هوليود الشرق فعلا هوليود الشرق طبعا طبعا طيب انت بقى الاغاني الحلوه اللي انت بتقول عليها دي تحب بقى تسمعنا ايه؟ انا ممكن نقول حاجه لعبد الحليم طبعا نقول حاجه لعبد الحليم نكد عليكم شويه نقول حته صغيره كده اوكي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي تيرارا 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 يخصمني لما تخصموني يصالحني لما تصالحوني قلبي تيرارا قلبي ليه تخونوا تخونوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تيرارارا تبعوا وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم قلبي تيرارا قلبي ليه تخنو برافو فعلا انا انت صوتك ما شاء الله جميل جدا جدا ده اكيد براي الجمهور والجمهور طبعا
هيعجبوا جدا ان شاء الله اغنيتك والاغاني بتاعتك. ربنا يخليك. انا عايزه اقول في نهايه اللقاء احنا بنشكر جدا جدا استاذ محمد علاء، واحنا مش هنقفل غير لما أكيد. يعني انت هتبقى معانا برضه هتغني، احنا هنقفل بيك بس. انا ممكن اشكر حد يعني في حياتي ولا يعني انا من هنا بس عايز اشكر استاذ احمد معتز مدير نوادي القوات المسلحه واستاذ عماد معتز، بشكرهم جدا ان هم ساعدوني برضه في حياتي، من الناس اللي بتشرف بيهم. ومدير اعمالي برضو محمد العجوز بشكره، بشكر مراتي جدا 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 ربنا يخليها ليا. احنا بنشكر الجمهور اللي هو استمعنا، ويا رب يكون عند حسن ظنكم دايما يا رب، لقاءنا دايما يبقى جميل كده معاكم يا رب. وبشكر برضو القناه فعلا انها فعلا بتساعدنا وبتقف معانا في حاجات طبعاً. كتير هي بجد بجد قناة صحة وجمال، أنا بجد حابب إن أشكرهم على حسن الاستقبال والمعاملة الجميلة والناس الجميلة كلها، الاستاف اللي موجود كله بجد، والناس اللي ورا الكاميرا جميلة، الناس اللي ورا الكاميرا جميلة يعني، الناس جميلة جدا بجد. عايزة أقول لك بقى احنا هنختم بيك، قول لنا بقى أغنية حلوة نختم بيك. ممكن بقى نقول نرجع تاني لتيمو، طبعا نقول لتامر نرجع تاني. تمام اتفضل. أوكي موجودة. لا برضه لا ايوه نرجع تاني لتامر نقولها. اسمعي كويس بقى. يا ساتر يا رب. لا تامر نرجع تاني. نرجع تاني اغنية نرجع تاني. تمام اوكي. احنا قبل ما يحضروا الاغنية نستغل الوقت ده ونقول يعني انت بتحب دايما تغني اغاني تامر ولا اغانيك انت ولا لا؟ انا بغني يعني كل حد. انا اتربيت على طبعا على على محمد فؤاد، هشام عباس، ايهاب توفيق، الناس الحلوه دي كلها اتربيت عليها وبحب اسمعهم جدا يعني لحد النهارده. طبعا حميد الشاعري طبعا الناس الجميله دي. والتوب بتاعنا برضو تامر حبيبي طبعا تيمو. احنا بنشكر الجمهور ويا رب دايما يكون عند حسن ظنكم. اتفضل بقى احنا نختم مع حضرتك. اوكي. بستناك وفاكرك كل يوم ولا بنساك، ولا بعدك لقيت راحة، بموت ميت مرة بالراحة، وده اللي بحس بيه وعارف كل ما حاول أبطل أحن ليك، قلبي يقوم وجعني تاني عليك، وأيامنا اللي وحشاني هي دي اللي قتلاني، مش عارف أعمل إيه. أنا نفسي نرجع تاني، نرجع وما تسيبنيش، كل حاجة فيك وحشاني وانا عارف بعدك عايش. طب اقولك حاجة تعباني، من يومها وانا في مكاني وانت اللي ما بتجيش. حضن تاني